طيب الآن لو عدنا إلى هنا، قال بنموذج المقالة ما هذا؟ هذا مرة أخرى يقول لنا بالإعداد تستخدم القناة الداخلية للمحتوى، بحيث مثلا إذا أردنا أن نضيف هنا مثلا أن تأخذ ويدث معين، لا يهم الآن هذا الموضوع. بالتأكيد يمكن أن نغير الأشياء بالنسبة للستايل، نص، لون، هذه القصص أيضا غير مهم الآن. الشيء الذي يهمنا ما هذا قالب نموذج المقالة. قالب نموذج المقالة هو عبارة عن قائمة من المقالات، وهذه القائمة يعني إذا كنت تعرف بـ CSS و HTML هذه عبارة عن UL أو Unordered List. فإذا عدت مجددا مثلا هذا، وهذه بلوك ووردبريس افتراضية، لاحظوا ها هي. فإذا هذه هي قائمة نموذج المقالة الذي اسمه WordPress Dash Post Template. فإذا Post Template هو الذي اسم هذه البلوك الذي تحتوي على أكثر من منشور. فإذا لنعد مجددا لها. طيب فإذا WordPress Blog Template Post Template التي فيها أكثر من منشور، وكل منشور هو عبارة عن أيضا مكون WordPress اسمه Post WordPress Post. جيد، فإذا هذا اسمه Post. هذه الأمور جدا مهم عزيزي أن تعرفها، حتى لو أنك تذمرت الآن وقلت ما هذا، ما الشيء الذي تعلمين إياه، لماذا نحتاج هذا؟ هذا شيء مهم، في المستقبل ستكتشف أن هذه الأساسيات هي المهمة والتي ستساعدك فعليا على التقدم. فإذا لاحظوا الآن بقالب نموذج المقالة في كل بوست الآن يوجد لدينا featured image، ها هي. جيد، يمكن أن نجعل هذه الصورة البارزة رابط للمقالة التي لدينا، يمكن أن نفتحها بتبويب جديد، لا أريد ذلك. وهنا يمكن ماذا؟ أن أضيف الأشياء الإعدادات الخاصة بها، فمثلا أن أضيف عتامة للغشاء هنا، عتامة للصورة مثلا، أن أضيف أبعاد وأن أحدد الأبعاد. فمثلا أنا أريدها أن تكون صورة مثلا ارتفاعها 200 بكسل والعرض مثلا 400 بكسل. جيد، يمكن أن أحدد ذلك. والآن إذا قمت أنا أين ذهبنا؟ دعونا نبقى هنا. فإذا إذا قمت أنا بالتحديد، لاحظوا ستظهر بهذا الشكل كلها بنفس العرض ونفس الطول، لأنني أنا فعليا حددت هذا الشيء وحددتها أن تكون غلاف. يمكن أن أضيف لها أيضا إطار ونصف قطر مثلا 10 بكسل، ولاحظوا أضاف لها نصف قطر. طيب الآن لدينا date، ها هو date. date ها هو يعني التاريخ النشر أو تاريخ آخر تعديل. هنا يكتب عرض تاريخ آخر تعديل، والتي تعني التالي هو أن إذا تم تعديل هذه المقالة فظهر التعديل، غير ذلك لا تظهر. وبالتالي إذا نشرت المقالة مرة أولى ولم يتم تعديلها لن يظهر هذا التاريخ. أنا عادة لا أقوم بتحديده حتى يظهر تاريخ التعديل أو تاريخ الإنشاء. وهنا يمكنك تحديد التنسيق الافتراضي، وهنا يمكن تضيف اللون مثلا النص، يمكن أن نحدد مثلا نريده مثلا هكذا. جيد، الآن بالنسبة للتايتل، ها هو التايتل، هو نريده أن يكون H2 مثلا أو H3. يمكن أن تقول يمكن هل تريد جعله رابط؟ نعم. وهنا بالألوان يمكن أن تحدد النص، مثلا أنا أريد النص أن يكون مثلا لونه هذا مثلا هكذا أخضر أزرق مثلا، أو دعونا نختار لون آخر مثلا هكذا أخضر. جيد، وهنا بالرابط يمكن أن نحدد أن لون الرابط هكذا ولون التأشير ما هو. فأنا عادة ماذا أفعل؟ أكتب هكذا، ما هذا لون الرابط نفسه أخذه، واللون التأشير عليه أو لون الهوفر أكتب هكذا، وثم أحدد مثلا 50، أكتب 50 لإضافة شفافية مقدارها 50. جيد، فإذا مرة أخرى هذا هو العنوان وهذه هي الأمور. بالنسبة للخطوط، فإذا هذه هي سمك الخط كذا، هذه الأمور، هذه القصص. أيضا يمكن أن نضيف المقتطف، فإذا add after، وهنا سأضيف المقتطف. فإذا أين المقتطف؟ لماذا لم يظهر؟ ها هو المقتطف، يظهر باللغة الإنجليزية. فإذا هذا مقتطف المقالة، فإذا حفظ. جيد، طبعا بالنسبة للمقتطف يمكن أن تحدد عدد كلماته، مثلا تريد مثلا 30 كلمة بالمجمل، يمكن أن تحدد ذلك. وإذا عدنا إلى هنا، فإذا تحديث
لاحظوا سيظهر لنا المقتطف وستظهر الأمور. ليس هذا فقط، بل يمكن أن نجعل هذا كلها إذا قمنا بالنقر قالب المقالة يمكن أن نجعلها عبارة عن شبكة. جيد، ونحدد هنا نريد أن مثلا نظهرها بعمودين بدلا من ثلاثة. وإذا قمت بالتحديد هكذا لاحظوا ستظهر بهذا الشكل، يوجد التصاق ببعضها. يمكن أن نحل المشكلة بتباعد المكونات، فنحدد مثلا نريد تباعد مكونات 16 بكسل، فلم تظهر بشكل جيد، فإذا ربما نقول مثلا 32 بكسل. طبعا أنا في قالب نموذج المقالة، أو مثلا لاحظوا قمت بتكبير التباعد فحدث هذا الشيء. طبعا التباعد هذا رقم كبير نوعا ما، يفضل أن لا يكون التباعد بهذا الشكل. 40 يمكن أن نقلل مثلا مثلا الفيتشرد ايمج، تكون مثلا نحن حددناها أنها يعني العرض 400 بكسل، يمكن أن نحدد العرض مثلا 200 بكسل بهذا الشكل. أو هنا لاحظوا هنالك نسبة بين البعدين، يمكن أن نحدد مربع أو هكذا بهذا الشكل، ولا نحدد هذا بشكل يصبح الموضوع responsive. لاحظوا هكذا أفضل. جيد، طبعا أيضا على شاشات الهواتف ستظهر بشكل جيد، إذا قمنا بهذا الشكل لاحظوا ستظهر بشكل جيد. طبعا لاحظوا أن لا يوجد هنا عبارة عن يعني لا يوجد هوامش داخلية هنا، فإذا يمكن أن نضيفها من قالب نموذج المقالة بهذا الشكل، ونضيف الأبعاد. لا أعرف إذا كانت موجودة، لا يوجد لدينا، لا مشكلة. يمكن أن نقوم بماذا؟ بإضافة هذه كلها، نجمعها بديف. فإذا سأجمعها بديف، فهذا سأضيفه هنا، الديت، تايتل، والمقتطف. الآن هذا الثلاثة، هذه المجموعة كلها يمكن أن نضيف لها هوامش داخلية، مثلاً 16 بكسل و16 بكسل بهذا الشكل. فإذا الآن لاحظوا تحديث، الآن ستجدون هنالك مسافة، هامش داخلي، لاحظوا هامش داخلي، جميل جداً. طيب أيضاً يمكن أن نضيف هامش داخلي هنا في الأعلى، لاحظوا، وهذا الهامش الداخلي يمكن أن يكون من المين كونتينر هنا، فيمكن بالمين كونتينر هنا أن نضيف هامش داخلي فوق تحت 20 بكسل. طبعا لا داعي أن نضيف الهامش الداخلي للليفت الرايت، لأن نحن قمنا بإضافة ويدث لهذا وتحديده. فنلاحظ الآن يعني قمنا بإضافة ويدث 700 بكسل، وهذا الشيء الذي نحن فعليا ملتزمين به، فبالتالي لا داعي يعني أن نضيف بادينج هنا أو هامش داخلي من هنا أو هنا، يفترض من أكثر من فوق وتحت. هل هذا صعب؟ فرجاءً إذا كان صعب أخبروني أنه صعب. إذا أردت أيضاً أن أظهر هنا التصنيفات التي لكل مقالة، فبكل بساطة هنا مثلاً بعد المقتطف أو بعد التايتل يمكن أن أضيف add after، وأختار مثلاً terms، هكذا اسمها terms، أو تصنيفات، أعتقد تصنيفات، فإذاً سأختارها. فإذن هذه هي التصنيفات، فأنا أريد تصنيفات المقالة، لا أريد الوسوم، أريد تصنيفاتها، وهنا يمكن أن أعطيها لون، مثلا اللون أعطيها مثلا هذا اللون، لما لا؟ وتحديث. فإذن الآن لاحظوا ستظهر تصنيفات كل شيء، هذا كلها غير مصنف. طيب إذا ذهبت للطبيعة لا يوجد شيء، لأن لا يوجد لدي مقالة عن الطبيعة، واضح؟ فإذا هذا بالنسبة لهذا الموضوع. فإذا أحيانا لا توجد نتائج كما هي في الطبيعة، لا توجد نتائج لتصنيف الطبيعة، فهنا يمكن أن أكتب فقرة مثلا هنا، أكتب هكذا لا توجد نتائج، أكتب التالي أن المعذرة لا توجد نتائج موافقة لطلبك. طبعا هنا يمكن أن تكتب أي شيء أنت، أو تقوم بإرسال أي شيء. فإذا الآن لو ذهبت للطبيعة فسيقول لي المعذرة لا يوجد نتائج موافقة لطلبك، فإذا هذا في حالة أن لا توجد نتائج. وهنا بالنسبة لتعدد الصفحات، تعدد الصفحات هذا يمكن أن نجعلها بالمنتصف بدلا أنها يمين يسار. بالنسبة للخطوط هنا بالنص يمكن أن نجعلها باللون هكذا الأحمر، وأيضا نضيف مثلا لها خلفية. ومرة أخرى الغرض من هذا الموضوع
مثلا دعونا نضيف لها هكذا جيد، واللون سأجعله أبيض. الهدف من هذا الموضوع ليس هو الستايل، الهدف هو أن أريكم الخيارات المختلفة لهذا الموضوع. فإذا فقط، فإذا إذا قمت أنا بالحفظ هكذا جيد، فلاحظوا فأنا الآن قمت بهذه الكويري لوب بشكل صحيح وقمت بإنشائها. لا يوجد أي شيء آخر بخصوص هذه حلقة الاستعلام. بكل بساطة حلقة استعلام يمكنك أن تستعلم عن أي شيء، عن أي شيء تريد، مقالة، صفحة، أي شيء، وحتى منشور مخصص إذا كان موجود. ويمكنك أن تقوم بتعديل الخيارات المختلفة، إضافة أشياء مختلفة، حتى الوسوم إذا أردت إضافة. نحن أضفنا هنا التصنيفات، إذا أردنا إضافة الوسوم يمكن أن نكرر التصنيفات تكرار جيد، وهذا نحددها، وهنا نقول أنا أريد الوسوم، فسيتم عرض الوسوم. طبعا لا يوجد لدي وسوم الآن فلن تظهر أعتقد، بإذن الله نرى لا يوجد. يوجد وسوم، نعم تم إضافتها من إضافة هذا، فإذن هذا ستظهر لي الوسوم. طبعا أعزائي الآن يمكن بكل بساطة أن أقوم بالتالي، أن أذهب وأكتب أين نسخ كل المكونات من هنا، وأذهب للإندكس، فإذا الإندكس الخاص بي، وهنا بدلا من هذا أقوم بإضافة كل شيء جيد، نفس الأشياء التي كتبتها أضيفها بالإندكس. والآن بكل بساطة يمكن أن أذهب إلى هنا وأقوم بكتابة الرجوع للخلف أو مسح التخصيصات وتحديث وحفظ، والآن سيظهر لي نفس الشيء هنا. لاحظوا نفس الشيء سيظهر، أنا فقط الآن أضفت التغييرات للقالب الخاص بي بالملفات، إذن الآن تظهر نفس الشيء. لاحظوا نفس الشيء الذي أنا كتبته يظهر، والآن أصبح موجود بالإندكس.